السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج لكل العرب. أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، أطلبوا العلم ولو في الصين. أحاديث نبوية ومبادئ إسلامية تحث كل مسلم ومسلمة على طلب العلم، فالعلم سلاح والعلم نور، وبالعلم ترتقي الشعوب وتتقدم. لكن العلم وحده إن لم يكن له استراتيجية ومنهج لا يكتمل، كما أن التدرج في مراتب العلم يحتاج إلى خطة ومنهجية حتى يبلغ طالب العلم مراده ويحصل على الدرجات المتفوقة وعلى الشهادات العلمية المختلفة. وبما أننا في آخر الموسم الدراسي ولا يفصلنا عن السنة الدراسية الجديدة سوى أسابيع، يكون خلالها الطلبة الذين امتحنوا في آخر هذه السنة قد نالوا قسطا وافرا من الراحة، وهم في أمس الحاجة إلى هذه الراحة بعد عام طويل من العمل والكد والاجتهاد، فإن التفكير والتخطيط للقيام بالدراسات العليا يكون منذ الآن. فهناك من الطلبة من سيلتحقون بالجامعات في بداية الموسم الدراسي الجديد، وهناك من هو مقبل على تحضير شهادته للتخرج من الجامعة أو التحضير لشهادات أرقى وأرقى، وكلهم بحاجة إلى من ينير لهم هذا الطريق. كيف ينجز هذه أو كيف ينجز هذه الدراسات العليا؟ وهل تحتاج منه هذه الدراسات إلى أدوات علمية ومنهجية مختلفة عن تلك التي استخدمها في مراحل ما قبل الجامعة؟ كيف يعد رسالة الماجستير أو الدكتوراه؟ كل هذه الأسئلة يجيبكم اليوم عليها ضيف حلقتنا الدكتور فرج نجم، وهو أكاديمي وأستاذ بمعهد كرافتون، بالإضافة لكونه باحث في الدراسات التاريخية. أهلا بك دكتور فرج نجم. أهلا وسهلا. بداية وقبل ربما أيضا ما ينضم إلينا السادة المشاهدين لطرح الأسئلة عليكم، هل من مقدمة لمفهوم الدراسات العليا؟ نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدراسات العليا يفترض فيها أن تساهم في عملية البحث وتطوير مناحي عدة من حياة المجتمع، وذلك من خلال الأدوات الأكاديمية الصارمة التي لا يقلل فيها حجم الخطأ. فالدراسات العليا وخاصة الدكتوراه، وأنا أتحدث أنا تحديدا عن بريطانيا كوني منشغل بهذه الدراسات وأشرف على بعض منها، يفترض فيها أن هي أن تستكشف المجهول المبتغى، وكذلك تضيف إضافة بارزة ومعلومة وتثبت أو تظهر حقائق منشودة، وتساهم مساهمة فعالة في دعم الصرح العلمي وتقوية الجسد الأكاديمي. وهذه الدراسات المأمول منها أن تكون براءة أو اختراع أو كتاب أو مقالات تنشر أو مصادر أو مراجع استحثاثية تدعو إلى الإضافة أو التصحيح أو الاستدراك في المستقبل. نعم، بهذا المفهوم هل يمكن نبدأ ربما بشرح أكثر، لأن طبعا مراحل الدراسة الجامعية مراحل وشهادات ومستويات، نسمع عن ماجستير، ربما ليسانس في بعض الجامعات أو بعض الدول العربية، شهادة دكتوراه. طيب إذا أخذنا يعني هذه الشهادات، هل نبدأ بشرح ربما كل شهادة، أو ربما بالنسبة إليك نبدأ ربما بمفهوم وتطبيق الدراسات العليا في الجامعة؟ طبعا الدراسات العليا تبدأ عادة ما بعد شهادة الليسانس أو البكالوريوس اللي هو الباتشلرز، نعم، الدجري المعتاد، وهذه طبعا عادة ما يقوم بها من هو له طموح أكاديمي أو له اهتمامات بحثية، بحيث أنه هو يطور هذه المادة أو هذا المجال الذي يوجد فيه. فتبدأ في الغرب هنا بيسمى بالدبلوم العالي أو بوست جراجويت دبلوما، التي هي ستكون حجر الأساس إلى البحث النهائي، ومن ثم ينال الطالب عليها الماجستير. فالماجستير هو طبعا ما قبل الدكتوراه، وهو الدراسات العليا، يعني كما تقولي عتبة إلى الدراسات الدقيقة اللي هي الدكتوراه. والماجستير يتكون من دراسة نقدية في مادة علمية أو معرفية ما، بحيث أن هي تكون في ميدان من ميادين الفنون العلمية المعروفة والمعترف بها أكاديميا، وتكون إسهام نوعي
من حيث الكم والصنف، ولكنها أقل من الدكتوراه، ولكن تكون قابلة للتمدد إلى الدكتوراه أو تصبح حجر زاوية أو خطوة تحفيزية إلى ما فوق وهي الدكتوراه. نعم، يعني يأتي لما سمعنا أيضا ربما اسم لشهادة أخرى هو الأنفل التي هي تجمع بين يعني الماجستير والدكتوراه، هل يمكن أيضا ربما إعطاء شروح عن هذه الشهادة وهذا المستوى؟ نعم، قبل ما أدخل إلى ما يسمى بالإمفيل بي إتش دي اللي هو رسالة الماجستير الإمفيل ومن ثم الدكتوراه، دعيني أعرج على 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 المتطلبات التي تتوفر لمن يريد أن يحضر رسالة الدكتوراه. هو أن يكون متحصل على رسالة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة محترف بها، وتكون له مثلا حياة علمية. فشهادة الماجستير هي مدخل لدراسات عليا الدكتوراه اللي هي تتكون من الإمفيل والدكتوراه والبي إتش دي. في بعض الأحيان يعني تقبل الخبرة العملية مكان الماجستير، هنالك من يكون متمرس في مجاله خصوصا في دور قيادي أو ريادي لمدة طويلة، فهذه الخبرة ما يسمى بالإكسبيرينشال ليرنينج، هذه التجربة أن هي تدخل في عوضا على الماجستير. كذلك يفضل أن يكون متخصص في نفس المجال، يعني في الماجستير ومن ثم ينتقل إلى الدكتوراه في نفس التخصص الدقيق أو الجزئي. ومن ثم الطالب يقدم ما يسمى بالأطروحة أو البروبوزل، اللي هي عبارة عن موجز، يعني يوجز فيه ما ينوي الطالب أو الباحث بحثه، شارحا باختصار الطرق التي سيقوم بها في هذا البحث، مدعما ذلك طبعا بالمراجع والمنهجية العلمية إن كانت ميدانية أو مكتبية، لأن طبعا هنالك مناهج في البحث، من ما هو مكتبي يعني داخل المكتبات والأرشيف وغيرها، وما هو ميداني كالمقابلات وغيرها. ويحتاج كذلك الطالب الذي يريد أن يدخل إلى الدكتوراه إلى جانب طبعا الشهادة العلمية الماجستير أو الخبرة رسائل تزكية من أناس أو مؤسسات لهم بهم علاقة ويكون معروفة من مؤسسات أكاديمية، وتقيم الاستمارة على هذه الأسس. وتتوج بمقابلة شفوية. طيب، يعني نفهم بأنه في بعض الأحيان يكون من المستحسن أن يكون متابعة هذه الدراسات العليا أو إنجاز شهادة ماجستير أو دكتوراه يكون الطالب فيها له علاقة بشركة معينة، أو يكون هو يعني موجود داخل يعني نشيط، يعني يعمل. وفي نفس الوقت ينجز دراسات العليا، يمكن أفهم بأنها نوع من المساهمة من هذا الطالب الجامعي علميا وميدانيا، يعني كأنه يقدم بالضبط خبرة معينة لعمله لشركته، وكأنه تطوير وظيفي. بالضبط. هذا هي طبعا في الغرب تختلف عن العرب عن عن عن, عن الوطن العربي قليلا. في الغرب عادة هؤلاء الطلبة يأتون من مؤسسات تعليمية أو أكاديمية أو مؤسسات التي يعملون بها، ويريدون تطوير عملهم أو وظيفتهم من خلال التقدم بشيء، شهادة أكاديمية تطور من أو تضحم على السلم الوظيفي ليتقدمه. فالطالب هنا الذي يريد أن يتقدم على هذه الدراسات يحتاج إلى تعبئة الاستمارة اللي هي الابليكيشن فورم، ويحبذ لو يكون معها سيرة ذاتية حديثة. ومن ثم مقترح موجز يتكون من طبعا المعلومات موجودة على الشاشة بالإضافة إلى كل الشروحات التي تقدمها الآن دكتور نجم. الموجز هذا يتكون من 750 إلى 1000 كلمة، موجز مختصر يتحدث فيه عن أسباب رغبته في دراسة الماجستير أو الدكتوراه، من ثم يعطي فكرة على المشروع أو البحث والنتائج اللي يتوقع الوصول إليها، ويذكر بعض الأدوات من منهجية البحث والتطوير اللي ستناوله في البحث متاعه. وهذه طبعا كلها أمور يعني بدائية أو مبدئية يعني قابلة للتغوير فيما بعد، ومن ثم يسرد يعني يعطي قائمة أولية بأهمية المراجع والمصادر التي سيعتمد عليها. هذه بالنسبة للأطروحة، وعندما يقبل الطالب ثم ينتقل إلى دراسة الدكتوراه اللي هي طبعا تتكون من 3 سنوات. هو الإنجاز في حد ذاته، ويعني المعلومات أو الفقرة الأخرى التي أمامنا هي عن مدة البحث والدراسة والكتابة لدرجة الدكتوراه. طبعا الدكتوراه تتكون يعني باستطاعة الباحث الطالب الباحث أن يقوم بها كامل الدوام، يعني فول تايم أو جزء الدوام بارت تايم. كم يستغرق من الوقت بالنسبة كامل الدوام؟ أقل مدة 3 سنوات،
يعني هنالك من أنجزها في 27 شهر. أحيانا تستمر ما بين 4 إلى 5 سنوات، هذا المعدل متاعها. هذه بالنسبة لكامل الدوام. الجزئي الدوام ممكن تستمر إلى 6-7 سنوات. على حسب ظروف الشخص. لماذا دكتور فرج نجم شهادة الدكتوراه تحتاج إلى كل هذا الوقت؟ لأن الإنسان يكون عادة منشغل، يعمل كأستاذا في جامعة أو معيدا أو موظفا أو دكتورا في مستشفى أو يعني يكون مشغل. وأحيانا عملية العمل بتاعه أو جمع المعلومات التي يحتاج للبحث تتطلب منه هذه المدة الزمنية. يعني إذا أراد أن يجمع مقابلات فأحيانا يحتاج مدة أطول لكي أن يجمع المقابلات ويحللها ومن ثم يستنتج منها المعلومات التي يريد أن يغذي بها بحثه. إذا نفهم بأن ربما لتمضية هذا الوقت ولإنجاز هذا العمل الدراسي المهم لابد من أن يكون هناك حافز قوي يدفع. جدا جدا جدا. يعني عادة هنا في الغرب من يقدم على هذا النوع من الدراسات وهم قلة. نعم. يكون متحفزين، يكونوا يعني عندهم الدافع الذاتي والنفسي، مستعدين لاستثمار 3-4-5-6-7 سنوات من أعمارهم في هكذا دراسة وأبحاث. وليست بالضرورة يعني مزية ماديا ولكنها نفسيا وبحثيا وعلميا. طبعا في حاجة مهمة خصوصا لمن لا يحسن اللغة الإنجليزية عندما يأتون لبريطانيا، أنا يحتاجون أن يكونوا على مقدرة جيدة من اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة وفهما واستيعابا ومن ثم طرحا. ومن لا يحسن اللغة الإنجليزية يجب أن يجتاز امتحان ما يسمى بالآيلتس وأن يتحصل على مستوى ما بين 6 إلى 7، أي 6.5 أو أحيانا بالتوفل بيبر يسموه فيه 575 أو أدفانس ليفل أو ما يسمى بالسي 1. وهذه مهمة جدا. غالبا ما الدول العربية تبعث ببعض الطور طلبة ليدرسون في الخارج هنا ويأتي الباحث أو الطالب ولا يجيد من اللغة الإنجليزية، فيكتشف أن الطالب ويتوقعون منه أن يتعلم اللغة الإنجليزية في 3 أشهر أو 6 أشهر وحتى سنة. وهذه طبعا من المستحيلات خصوصا عندما يقبل الإنسان على دراسات معمقة ودقيقة كالدراسات العليا كرسالة الدكتوراه، فيحتاج وقت أكثر. ولذلك الجامعات البريطانية وضعت هذا المعيار الأكاديمي لكي الطالب يستطيع أن يكمل دراسته بنجاح. طيب إذا توفر هناك طلاب علم عرب لديهم كل الحوافز، لديهم كل الإمكانيات، لديهم كل التحصيل العلمي الممكن الذي يؤهلهم إلى المساهمة برسائل في الدكتوراه، في أبحاث، في اختراعات، غير أن اللغة تخونهم، اللغة الإنجليزية تخونهم، يأتون ويريدون المساهمة ويريدون يعني التسجيل في دراسة الدكتوراه والدراسات العليا بشكل عام، ماذا تنصحهم؟ بماذا تنصحهم؟ أنا أنصح الطالب أول ما يقوم به أن يجيد اللغة الإنجليزية إذا أراد الدراسة في بريطانيا. الشيء الثاني أخرى يدرس مناهج البحث العلمي ويعرف أو يستوعب جيدا مرتكزات الدراسات العليا، لماذا يريد أن يدرس، لماذا هو أقبل على هذه الدراسة. وهذه مهمة جيدة وسنتطرق إليها. أغلب طلابنا وللأسف يأتون إلى بريطانيا هنا لكي يحمل الحرف الدال أو يصبح دكتور وليس المضمون، يعني يريد الشكل وليس المضمون. وهذه طبعا إشكالية كبرى. أو يريد المكانة العلمية ولا بالضبط، لأن وظيفة عندنا في الوطن العربي طبعاً. وظيفة ومرتبة أيضا، مرتبة علمية طبعا واجتماعية. درجة اجتماعية وجاهة اجتماعية، درجة وظيفية تترتب عليها وظائف أموال وغيرها. هنا في الغرب أحيانا الإنسان يصبح بروفيسور بدون ماجستير وبدون دكتوراه، يكتفي بالبكالوريوس، لأن رسالة لأن مرتبة البروفيسور أو الأستاذ في الجامعة تقوم على الإنتاج الفكري، يعني كم من أبحاث نشر، كم من كتب نشر، كم من براءات سجل وإلى ما ذلك، وليس بالضرورة كم من شهادة أجتاز. نرجع ونقول نتحدث قليلا على الدراسة في الجامعات البريطانية. الطالب عندما يقبل بعد المقابلة وإذا ما وجد الأستاذ المشرف الذي يتبنى هذا البحث يدخل في ما يسمى بالإمفيل PhD. نعم. وهي مدة كافية تعطي فكرة عن مواهب الطالب ومدى صلاحيته لتحضير الدكتوراه. نعم. وهذه مهمة جدا جدا. هل هو اختبار؟ لا، هو مش اختبار، هي تعطي فرصة للطالب إذا كان ضعيفا أو إذا كان غير متمكن من المادة متاعه أن هذه المدة تكون كفيلة السنة أو السنتين أن هي تدفع به إلى المستوى المطلوب. نعم. عرفت كيف؟ يعني هي فرصة للطرفين، للطالب ولطاقم التدريس حتى يكتشف هل هذا الطالب بالضبط تحسين نفسه من ثم يقدم على ما يسمى بالترانسفير أو النقلة من الإمفل أو الـ PhD. نعم.
اوكي. فاذا ما اجتاز هذه المرحله يسجل كطالب دكتوراه، واذا لم يجتازها واذا ايقنت ان لجنه المناقشه ولجنه الاشراف بان هذا الطالب امكانياته محدوده جدا تعطى له الامفل ويودعونه. يعني يودعونه، هل هذا يعني انه يعني لا يصلح لدرجه الدكتوراه، يعطى ما يسمى بالامفل اللي هي شهادة أعلى من الماجستير لا توجد في وطننا العربي، ولكنها إقرارا بأنه حاول أن يدخل الدكتوراه ولكنه لم يوفق، ولعله يذهب بهذه الشهادة إلى مكان ثاني أخرى وممكن يقبل في الدكتوراه أو يذهب ويحسن من نفسه. فهذه مهمة جدا، هذه النقلة ترانسفير، وهي تتكون من مناقشة إلى جانب بحث طبعا يقدمه الطالب، عادة فصل أو باب من بحثه، خصوصا منهجية البحث العلمي أو ما يسمى بمسح المصادر أو غيرها، ليعطى فكرة على 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 مستوى. طبعا دراسة الدكتوراه تقسم في الروتين العادي إلى 3 سنوات. السنة الأولى يتكون البرنامج طبعا من محاضرات ودورات علمية للتدريب على مناهج البحث العلمي. يعرف الطلب ما هي مناهج البحث العلمي، ما هو الفرق بين المنهجية والمنهج البحث المنهج العلمي. والبحث العلمي ينظر إلى رسائل مماثلة إلى رسالته أو موضوعه حتى يستنبط منها بعض التفصيلات التي تعينه على إكمال دراسته. ومن ثم تتطور فيها الأطروحة المبدئية إلى شيء أكثر تفصيلا ودقة. وهل هذا في السنة الأولى أو في السنة الثانية؟ هذه في السنة الأولى عادة، يعني في السنة الأولى يعني تتم فيها القراءة الواسعة حول الموضوع، النقاشات. يعني ينظر إلى من سبقه في هذا المجال وغيرها، ومن ثم يتكفل طبعا الطالب بإتمام الأصول والعناصر الأولية من مخطط المشروع بتاعه. أما بالسنة الثانية يشرع الطالب في البحث عن الحقائق اللي نسمه فيه key research questions، الأسئلة التي وضعها لنفسه من البحث بتاعه يبدأ يبحث عنها. أحيانا يسمح للطالب بأن يغادر الجامعة أو يغادر حتى البلد لمدة 9 أشهر إذا كان مثلا يريد أن يقوم ببحث ميداني، موضوع بحثه لا يتوفر في المكان. نعم، أو مثلا إذا أراد أن يبحث مثلا في معمل أو مختبر علمي يذهب إلى ذلك المختبر بعيدا عن الجامعة ويجلس هناك حتى يقوم بتجاربه. لكي يرجع بالليل، ومن ثم هنا يعني توضح لها الخريطة ويستطيع من خلالها تقسيم الفصول والأبواب والفصول البحث. وفي نهاية هذه السنة تقرر الجامعة هل يستحق هذا الطالب ترقية الامفل إلى البي اتش دي ولا لا السنة الثانية. طبعا قلنا السنة الأولى يبدأ يجهز نفسه، في السنة الثانية يعمل له الامتحان، ومن ثم يقولوا له أنت، وعادة إذا ما قالوا له أنت أجدت في الإمفل والآن تذهب إلى البي اتش دي معناها خلاص يعني غالبا ما سيكون موفقا في الدكتوراه. أما في السنة الثالثة والأخيرة كما يفترض طبعا، أحيانا تكون السنة الرابعة أو الخامسة للبعض، يبتدي الطالب في تقميش ما جمعه من معلومات ويبوبها ويصنفها، ومن ثم تتم كتابة البحث ككل ويعرض كل ما أنجزه في السنوات الماضية للتعديل والتحسين والتنقيح والاستدراك والتصويب والحذف وما إلى ذلك من خلال اللجنة المشرفة. عادة يكون أستاذ مشرف واحد وأحيانا اثنان، وأحيانا يكون مشرف كان عنده أكثر من مستشار أو 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 مساعد من خارج الإدارة الجامعة. ومن بعدها تتم الكتابة الأخيرة الخالية من أي خطأ. هذا لا يخالف الأعراف الجامعية إذا كان له مشرف في الجامعة أو كما ذكرت يعني مستشار داخل الصرح الجامعي، ويكون له أيضا من يساعده من خارج الجامعة. أحيانا يحتاج أشخاص خارج الجامعة، زملاء في المهنة، بحاث، كتاب، علماء، مطبقين، يعني ناس لهم خبرة لهم باع، من ثم يستشيرهم يضفوا. لأن لا تنسي أن الأستاذ المشرف مش بالضرورة أنه يفهم كل حاجة، لأن هذه يفترض فيها تكون إضافة جديدة إلى الجسد العلمي. فالأستاذ المشرف يعني أحيانا لا يعرف ما تحكي عنه يعني، فبالتالي هو يريد أن يتعلم من خلال ما أنت تبحثيه. وعلى فكرة أنت بعد سنوات ستكون في نفس المقام معه، هو يعني يفترض فيك أنت تكوني باحثة كبيرة. فبالتالي مش بالضرورة أنه يفهم في المادة. طيب إذا نفهم من فضلك، إذا ممكن أتوقف على النقطة بالنسبة للمشرف على رسالة الدكتوراه، أهم وظيفة له بالنسبة للمتقدم على للحصول على الدكتوراه؟ حماية المنهجية العلمية ولوائح الجامعة. اللوائح القانونية والمنهجية العلمية، ومن ثم توجيه الطالب إلى الطريق الصحيح من خلال خبرته، وتسهيل وتذليل كل المصاعب أمام الطالب. سواء من الحصول على مراجع، اتصال بهيئات بمؤسسات. لكن ليس بالضرورة أن المشرف يفهم في المادة متاعك، ولكنه أن يحمي
المنهجية العلمية والأمانة العلمية، ومن ثم يسدد ويصوب الباحث. وطبعا يشير أو يلمح إلى أي أخطاء أو هفوات قبل عرضها على لجنة الامتحان والمناقشة الشفوية. هذه مهمة المشرف. إلى عدة طبعا مهمات ثانية أخرى. طبعا هذا قلنا كله يتم تحت إشراف أستاذ مختص ومستعد للإشراف عليه. طبعا هذه قضية ثانية. أنا أذكر السادة البحاث اللي يريدون يعني مقبلين على دراسات عليا أن يجد المشرف قبل أن يجد الجامعة. أنا تأهلي هذه مهمة جدا جدا. ويتفاوض مع المشرف قبل أن يتصل بالجامعة. لأن أنت عارفة طبعا الدراسات العليا هنا يعني غير مجزية ماليا. الأساتذة المشرفين وأنا واحد منهم يعني لا يوجد مردود مالي يذكر أبدا. وإنما المردود هو أكاديمي معرفي لا أكثر ولا أقل. يعني فيها متعة عندما تخرج إنسان يكون في نفس القدر أو أعلى منك في هذا المجال. لا أكثر ولا أقل. نعم دكتور، طبعا قبل أن نستمر في الاستماع إلى كل هذه المعلومات القيمة المفيدة، دعني أشرك من اليمن الأخ أحمد. أحمد نستمع إليك يا أحمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. عندي مناقشة أريد أن أسأل الدكتور عن الإعلام والدور الذي يقوم به من ناحية الدراسة في بريطانيا. ألا ترى يا دكتور أن بعض القنوات كقناة الحوار تساعد على نشر أفكار ضد البلاد العربية وتقيم سياسات متطرفة ومتشددة؟ والله يا أحمد أنا سعدت، يعني فكرت بأن اليمن يعني هناك طالب جامعي أو طالب علم يريد أن يستفيد، ولكن سؤالك يعني خارج إطار البرنامج نهائيا وقطعيا. شكرا على اتصالك على أي حال. شكرا يا أحمد. نعود إلى بقية طبعا الشروح. دكتور فرج نجم كنا عند المشرف. نعم ودوري. المشرف، وأنت أكدت على دوره الثمين والجوهري والرئيسي، وقلت بأنه يعني في بعض الأحيان ينصح بأن يتم اختيار المشرف قبل حتى الجامعة في حد ذاتها. ويجب أن على الباحث أو طالب الباحث أن يكون صريح مع المشرف في كل شيء. وأهم حاجة الشيء الذي لا تعرفه يعني قولها وبصوت عالي، لا أعرف ولا أفهم. أحسن يعني من أنه يعني لا لا يعني لا لا يعني الإنسان يعني أحيانا يتصنع أو يخاتل، وهذه الأمور يعني ينبغي لا تكون في صالحه. يمكن لا أبدا أبدا. في نهاية تفاصيل البحث والكتابة تتم دائما ما بين الطالب والأستاذ المشرف، وينضبط فيها الجميع بالمعايير والقوانين الجامعية. أحيانا المشرف يكون قاسي على الطالب، أحيانا يكون يعني معاند. على فكرة أنا دائما أقول فيها أنا أسميهم الزملاء البحاث، أي الطلاب الذين أشرف عليهم، لأن بعض منهم أكبر مني سنا وقدرا وخبرة. فأقول لهم دائما يعني ليس بالضرورة أن تأخذ كل ما أقوله لك بأنه هو حقائق مسلمة، ولكن هذه أمور يعني يفترض أن تطرح للنقاش. أنا أخذ وأعطي معك، وأنا ألعب هنا دور الشيطان المحامي، يعني أعاندك لكي أستفهم هل أنت متمكن من هذه المادة ولا لا. طبعا لأن في النهاية عندما يستكمل البحث أنت ستقدم إلى لجنة المناقشة، عادة طبعا تتكون من أستاذين ومشرف. قبل أن تقدم شروحات دكتور فرج نجم، بالنسبة للجنة التحكيم أو لجنة الاختبار، معنا مداخلة من محمد. هلو. نعم تفضل محمد. مرحبا. أهلا عليك وعلى ضيفك. تفضل. لو سمحتي في عندي سؤال للدكتور. لو أنا كنت حاصل على شهادة جامعية من دولة عربية، إيش هي الجهة الموجودة في بريطانيا اللي مخولة بتقييم هذه الشهادة؟ نعم يعني معادلة الشهادة. نعم شكرا لك. يا محمد نعم. إذا كنت معي يعني مثلا ممكن تعطيني أي تخصص، لأن الاختصاصات قد تختلف ربما العلمية أو الأدبية، ففي أي دينتال تكنيشن اللي هو صناعة الأسنان. نعم شكرا يا محمد. أخي محمد، الشهادة العلمية عادة تعادل بما يسمى بالنارك. نارك اللي NARIC، هذه مؤسسة علمية بريطانية
تقيم أو تعادل الشهادات العلمية بالشهادات الموجودة في بريطانيا. بالنسبة للطب الأسنان أو الدنتل أو الدنتستري، هذه عادة لا يوجد عليها ضباب، خصوصا نسيما جامعاتنا العربية تدرسها باللغة العربية باللغة الإنجليزية، خصوصا إذا كانت جامعات حكومية، فيفترض أن هي تقبل هنا بدون إشكالية. يعني لا أرى في إشكالية هناك. شكرا على هذه الإجابة. دكتور فرج نجم، كنت تتحدث عن لجنة المناقشة. نحكي على، كنا نتحدث عن، وهي لجنة التحكيم أليس كذلك؟ نعم. نحكي على دور المشرف هنا. دور المشرف ينتهي عندما تبدأ أو عندما ينتهي من إنجاز الرسالة، عندما تنجز الرسالة وتقدم المناقشة. نعم، قبل عرضها للمناقشة. هنا الأستاذ المشرف يغيب دورا بحكم انتهاء مهمته. وإن كان حاضر يحضر المناقشة ولكنه لا يتحدث. وتتكون عادة اللجنة من أستاذين ممتحنين، أحدهم داخلي والآخر خارجي، يعني واحد من داخل الجامعة واحد من خارج الجامعة من مؤسسة أكاديمية أخرى. وتتم مناقشة البحث أو الرسالة. قبل ما نتحدث طبعا على 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 نوافع او نهايه الرساله، في هنالك اشكاليه كبرى يعاني منها اغلب الطلاب، وهو اختيار موضوع الرساله. البعض يظن خطا ان اهم الموضوعات التي تتصل بتخصصي قد بحثت او قتلت بحثا، والحقيقه ان هذه الفكره لا تتفق مع الواقع. ولكن الطالب الذي يريد قد يقدم على مشروع ما يجب أن يسأل نفسه عدة أسئلة. لأن هذه ليست مضيعة للوقت، لأنك تستثمر سنوات من العمر، ويفترض أن تكون ملم ببعض الأمور. أولا أسأل نفسك، هل أنت تحب هذا الموضوع؟ وهل أنا أميل إليه وأرتاح له؟ ثانيا، أمن الممكن كتابة رسالة عن هذا الموضوع؟ مهمة جدا هذه. وبعدين، هل في طاقتي ومقدرتي العلمية والأكاديمية أن أقوم بهذا العمل؟ الشيء الثالث، هل يستحق هذا الموضوع ما سيبذل مني من جهد؟ الرابع، هل هذا البحث الأول من صنفه في هذا المجال أو رائد في هذا المجال؟ لأن يفترض رسالة الدكتوراه أن تكون هكذا. وبعدين، هل أنا سأضيف إضافة نوعيا إلى ما هو موجود؟ هذه أسئلة مهمة جدا جدا لأي إنسان يريد أن يحرر مقترح الدراسة متاعه أو مقترح الطروحة متاعه. وهو يبدو أنه أيضا مرحلة مهمة جدا من الدراسات العليا، إيجاد الموضوع اللائق بالقيام، يعني القيام بهذه الدراسة المعمقة، أو طبعا تقديم رسالة الدكتوراه أو حتى الماجستير أيضا طبعا. يعني طيب، هل إذا مثلا طالب العلم اختار موضوعا وتقدم به للحصول على رسالة الماجستير، فاز على رسالة الماجستير نجح فيها وكان الموضوع جيد، هل يمكن أن يأخذ نفس الموضوع ويطوره ويكون موضوع لرسالة الدكتوراه؟ جدا جدا، ولكن سيكون بتعمق وبتوسع. ويكون بنظرة نقدية أكبر، وتكون طبعا ذات عمق وذات إضافة كبرتين، لأن مهمة جدا هنا. يحتاج الإنسان هنا ترتيب أولوياته بحيث يكون هذا الموضوع قابل للنمو والتطبيق. ومن هذه يقارن طالب طبعا مقدرته، الطالب يقارن مقدرته المعرفية والفكرية بهذه الأولويات. هذه الأشياء أنا عملتها في الماجستير وأنا مقبل الآن على الدكتوراه، هل أنا بإمكاني أني سأبحر متعمقا في هذا المجال أكثر وأكثر من قبل؟ ومن ثم طبعا يتصور ويتخيل الطالب هذه الأهداف من حيث الجوائز والعواقب، يعني ماذا سيترتب عليها، وإذا ما خسرت يعني ماذا سيترتب عليها. لأن طبعا أنت عارف رسالة الدكتوراه يعني تتطلب منك تغيير حتى منهج حياتك، حتى صح. أصدقائك، حتى حياتك اليومية في بيتك، يعني تقصد تفرغ تام، تفرغ تام، وحياتك أنت يعني تقلب رأسا عن عقب وتصبح من الأولويات في الحياة. طبعا يعني يجب أن تندمج مع حياتك اليومية، مع التزاماتك الاجتماعية، مع التزاماتك الوظيفية. يعني تحتاج ساعات من يومك قراءة وتنقيبا وبحثا ودراسة وتمعنا في هذه الأمور. فبالتالي يجب خلق ما يسمى بجو أكاديمي للبحث والتجهيز، تكون عندك قرطاسية كاملة، مراجع، ملفات، أوراق، كمبيوتر، الآن إنترنت، اتصالات، أسماء لأشخاص معينين. يعني نحن نتصل بأناس من أرجاء المعمورة لكي نجمع معلومات على مادة معينة أو شيء معين. الرسالة الناجحة تحتاج إلى عدة أمور، وهذا ما يفتقره بعضنا الذين خصوصا يأتون من الوطن العربي، خصوصا المفيدين من قبل الدولة. يعني القراءة الواسعة بتعمق،
الدقة التامة في فهم آراء الغير، المقدرة على نقد آراء الغير والتمييز بينها، على الطالب أن يتفحص بعمق كل ما يقرأ ولا يسلم بما قرره غيره من نتائج، يعني يجب أن يفحصها، يجب أن يضعها على مبضع المشرحة، على المشرحة لكي يشرحها أكثر، بل يدرس هو الأحداث والأسباب والملابسات مع مقارنة النصوص بعضها ببعض. وتبرز هنا لازم شخصيته، لازم أن يكون له أثر في التمييز بين هذه الأحداث بصورة فعالة ومؤثرة. وعند الكتابة يجب بذل كل ما في الوسع لكي يكون أسلوبه مقنعا بالأدلة والأحجة والموثقة طبعا، مش من الهوى. نعم دكتور فرج نجم، وقت الفاصل قد حان، سنأخذ فاصل قصير ثم سنعود معك إلى مواصلة شرح كل الأمور المتعلقة بهذه الدراسات العليا، ونحن توقفنا عند الرسالة الناجحة وسنعود إليها لأنها هي هدف طبعا الطالب في الماجستير. نعم. والدكتورة، نعود إليكم إذن بعد لحظات. الحوار أبعاد لا تنتهي. أهلا بكم مجددا في برنامج لكل العرب. موضوعنا اليوم هو عن الدراسات العليا. طبعا الكثير من أبنائكم يكونون في مرحلة تسمح لهم بدخول الجامعة، أو ربما في مرحلة الماجستير، أو مرحلة متقدمة للآخرين الذين تجاوزوا كل هذه المراحل وهم الآن طبعا يتقدمون أو يفكرون في التقدم وفي تحضير رسالة الدكتوراه. كل هذه طبعا تمنيات لكم بأن فعلا تصلوا لهذه المراحل. طبعا العلم طيب، والعلم هو الذي كما قلنا في البداية هو الذي يجعل الأمم تتقدم، والغرب متفوق علينا بهذه الأدوات، أدوات العلم. دكتور فرج نجم قبل الفاصل كان يتحدث عن بعض العناصر من ضمنها الرسالة الناجحة، لكن قبل الرسالة لدينا متصلة أم محمد. أم محمد. نعم السلام عليكم. وعليك السلام. السلام. أنا والله عندي بارك الله فيكم أولا على الموضوع هذا، صح موضوع رائع وقليل الطرح. نعم. أنا فقدت طالبة أحب ماجستير في جامعة مفتوحة. نعم. وجامعة المشكلة أنها جامعة عربية، فصراحة يعني ما فيش أي مساعدة، تحسي أنه الواحد فقط مجرد عندك منهج تدرسيه، وحتى الآن أنا بدأت الرسالة يعني ليس فيه أي دعم، ارسلي وتعاليق بسيطة جدا، ما فيش أي احتكاك أو اتصال بالمشرف، لدرجة أني في البداية سجلت في إحدى الجامعات ودفعت فلوس وانسحبت، فكرت أنهم يعني فقط تجارة فقط. نعم. يعني ليس في أي مساعدة، فرجاء يعني كلمة للجامعات العربية المفتوحة أن يكون فيه تواصل أكبر، خاصة أن الناس اللي تدرس عن بعد هي. نعم. أصلا ما الذي جعلها تدرس هو حب العلم طبعا فقط. أكيد. أم محمد ماذا تدرسين؟ شريعة. ما شاء الله. نعم. نعم. طيب بس المشكلة سمحيني يا أختي، المشكلة أنه هنا في بريطانيا ما فيش جو علمي أو أكاديمي، ما فيش مراجع كثيرة، ما فيش يعني الجو العلمي ما فيش، يعني الواحد يخلقه في بيته. نعم. فيعني هي صعوبات كثيرة، فنريد توجيه كلمة. ونقطة فقط أخيرة بالنسبة كمراجع أو مصادر للبحث. نعم. مواقع الإنترنت هل تعتبر يكفي فقط وضع الويب سايت؟ هل أي موقع معترف به أو يعني؟ نعم. ما هو الأمر المعمول؟ نعم أم محمد. نعم شكرا على الأسئلة القيمة جدا. أحمد من سوريا. ألو. نعم تفضل يا أحمد. ألو. نعم تفضل أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. إذا سمحت أستاذ الكريم، ما هي الجهات التي تسمح لي، ما هي الجهات التي تسمح لي بدراسة الدكتور بدراسة الدراسات العليا في الحقوق في دولة بريطانيا، وكيفية الحصول على منحة دراسية في الجامعات البريطانية؟ طيب وأنت هل يعني أنت طبعا بطبيعة الحال نفهم أنك درست الحقوق في سوريا؟ أي أنا منهي شهادة الحقوق، عندي شهادة حقوق. شهادة ليسانس؟ ماجستير. نعم. أو شهادة ماجستير؟ لا أملك شهادة الماجستير، أنا حاصل على إجازة في الحقوق. إجازة في الحقوق. واضح يا أحمد، شكرا على هذه الأسئلة. سيرد عليك الدكتور فرج نجم بالنسبة لأم محمد التي طرحت أيضا أسئلة مهمة جدا بالنسبة لجامعة المفتوحة
والتدرج في هذه الدراسات عن طريق الجامعة المفتوحة؟ طبعا في الوطن العربي هنالك إشكالية كبرى سواء كان في الجامعة المفتوحة أو حتى في الجامعات الرسمية، ناهيك عن جامعات الدولة أو الحكومية، ناهيك على الجامعات الخاصة. يعني نحن ثقافة الدراسات العليا لم تنتشر عندنا بعد. نعم. يعني عندنا إشكالية كبرى. نعم. في فهم الروح والبنية التحتية للدراسات العليا، إمكانيات، أساليب، طرق، أدوات الدراسات العليا، هذه مفقودة عندنا، ونحن نحتاج لتسليط الضوء عليها حتى يعني يفهم الطالب لماذا هو مقبل على الدراسات العليا. يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا كما أسلفت، مع أن هناك أعداد كبيرة من الجامعيين والمسجلين في يعني مراحل مختلفة من الدراسة الجامعية. أعتقد نحن عندنا نسبة كبيرة جدا من حملة الدكتوراه. نعم. شكلا، ولكن مضمونا للأسف يعني. نعم. عادة عندما أقابل بعض الزملاء الذين يحملون لقب الدال. نعم. أسأل كم من الإنتاج الفكري لديه، إذا في أحسن الأحوال إذا نشر رسالة الدكتور والماجستير، والماجستير سيكون جيدا. نعم. لكن أغلب الأحيان لا. فنحتاج إلى 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 ثقافة البحث، البحث العلمي، لا لشيء لغرض البحث العلمي وللتطوير. نعم. فقط كما كان حاجة. عليه أسلفنا دكتورنا طارق نجم. نعم. بالفعل. وبذلك سجلوا كثير من الأشياء وأنجزوا كثير من الأشياء التي طبعا الغرب الآن هو في. نعم. أخذ هذه الراية. بالنسبة لمحمد قالت على الجامعات المفتوحة، الجامعات المفتوحة طبعا هنالك في إشكالية، يعني أنا لا أريد أن أحبط هذه المجهودات، أعتقد أن هنالك من هو مخلص ويريد أن يطور هذه المجالات وليس له سبيل سوى الجامعة المفتوحة. إيه. وبالتالي نحن يعني نشد على ديهم، ولكن نقول لهم هذا ليس كفاية. نعم. نحتاج إلى تطوير أنفسنا، نحتاج. نعم. إلى مقارنة نفسنا بالغير. نعم. والاحتكام بالغرب. نعم. تحدثت عن على الانترنت، المراجع توجد بالانترنت. طيب قبل أن أستمع إلى إجابتك أيضا المشاهدين، دعني أشرك من فلسطين الأخ سائد. سائد. نعم الأخ سائد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. الله يجزيكم خير على البرنامج الطيب. نعم تفضل أخي. إذا سمحت بالله بدي أحب أسأل شوي عن الدراسات الشرعية. أنا مخلص ماجستير في الحديث النبوي الشريف. نعم. أنا بسمع أنه في دراسات شرعية يعني في الغرب يعني بريطانيا وغيرها. نعم. حاب أعرف فكرة عن هيك. وسؤال ثاني، إمكانية الدراسة خاصة إذا كان واحد ممنوع من السفر، تعرف عن الاحتلال يعني اليهود. نعم. ممكن ما يسمحوا لنا بالسفر. نعم. فممكن الإنسان يكمل. نعم. دراسته عن طريق الدراسة عن بعد أو الانتساب، ما بعرف إيش بسموه. نعم طيب إن شاء الله سيجيب عليك. عبد الله من بريطانيا. عبد الله. نعم السلام. تفضل. عليكم. وعليكم. نعم. السلام ورحمة الله. أختي أنا متخرج من جامعة إسلامية بكلية الحديث. نعم. وكنت أبحث وأعيش هنا أكثر من 12 سنة. نعم. لكنني كنت أبحث الدراسات العليا لتخصصي في أو بالدراسات العليا في يعني عموما الشرعيات الإسلامية. نعم. فهل ممكن يعطي أجيد التلفون الخاص الدكتور؟ طيب إن شاء الله يعني أجيبك من الآن، ممكن الآن بعدما يعني تقطع معنا، ممكن من خلال زملائي في غرفة البث، يمكن أو يأخذ الإيميل بتاعي. نعم. أو ربما ستأخذ أيضا إيميل الدكتور فرج نجم. يا مرحبا بك يا أخي. نضعه في آخر الحلقة، ولكن من الآن ممكن أن تأخذ رقم الدكتور فرج نجم من غرفة البث، وابقى معنا للاستماع إلى إجابات الدكتور فرج نجم. شكرا لك يا عبد الله. عبد الحميد من الجزائر. عبد الحميد، مع الأسف عبد الحميد إذا كنت تستطيع أن تعود إلينا لنسمع أيضا إلى اهتمامك وسؤالك الذي تود أن تطرحه على الدكتور فرج نجم. دكتور نبدأ بالإجابة لهؤلاء المشاهدين الذين اتصلوا إلى الآن. نعم. فاطمة أم محمد. أم محمد على المراجع. نعم. الإنترنت لا بأس الإنسان يستأنس بهذه المراجع من الإنترنت، ولكن يرجع إلى الأصول. نعم. يرجع إلى الكتب. نعم. الإنترنت الآن تشكل مصدرا مهما جدا. طبعاً. جدا للمعلومات. أكيد. يعني عادة نحن الطلبة نقول له اذهب للإنترنت،
انزل المراجع ولكن ارجع للاصول. الاصول تعامل مع الاصول ولا تاخذ الكلام من الانترنت لان كلام الانترنت غير مقبول. طيب. لانه غير محكمه. نعم طيب دكتور نعم فهمنا يعني انت بالنسبه لك انسب ان يعود للمرجع ولكن اذا استعمل هذا الرابط الذي من خلاله يعني اخذ البحث يعتمد على يمكن؟ يعتمد على الرابط اذا كانت مجله محكمه اوكي او جامعيه او رساله جامعيه ممكن تقبل ولكن اذا كانت مقاله في جريده او او, نعم. أو مجله غير محكمه لا تقبل تعتمد على المرجع على المصدر. طيب اذا كانت نص من كتاب معروف مشهور وهو رابط. جيد يقارن الاصل حتى لا يحدث تحريف نعم. لان احيانا المعلومات لان نعم. احيانا يحدث تحريف او تسويف في بعض المعاني. بالنسبه للاخوه الذين من سوريا من فضلك يبتغون الدراسات العليا والقانون بالذات نعم. انا انصح الدراسات الشرعيه والقانون واللغوية خاصة اللغة العربية أن تدرس في بلداننا العربية لأن ذاك هو مرتعها ذاك هو مصدرها. يعني أنا قابلت وسمعت بأن طالب هنا جاء ليدرس البدعة وأثرها على المجتمع في جامعة لندن يعني مضيع للوقت حقيقة. تدرس هذا الأمر ادرسه في بلداننا لأن هنالك العلماء هنالك من هم مجهزين ومؤهلين للإسراف عليك وإفادتك. أما هنا في بريطانيا لا أعتقد كثيرا اللهم إلا إذا أردت أن تدرس القانون المقارن أو القانون الدستوري أو بعض الأمور التي ترقي من مجتمعاتنا. نعم طيب نكون قد جبنا الأخ في فلسطين قال هو طبعا من الصعب الاحتلال. أنا أخيرا كنت في حديث مع جامعة ميدلساكس تحديدا وهم الآن يفكرون بأن ينقلوا بعض الدراسات العليا إلى داخل فلسطين للمحاصرين هنالك الذين لا يستطيعون الخروج من هذا البلد. دعونا لعل الله يفتح علينا وندخل بهم نعم. حتى يعني تسهل هذه الأمور نعم. ولكن نعم بعض الدراسات خصوصا ما يسمى بالإمبروف والديبروف اللي هي دكتوراه وبروفيشنالز اللي هي الدكتوراه والماجستير للمحترفين الذين يجيدون اللغة الإنجليزية يعملون في عمل قيادي لا يحتاجون إلى أن يغادروا بلدهم بإمكانهم أن يتموا وينجزوا رسالاتهم من خلال مواقع عملهم. نعم. وهذا حديث ثاني خلص أنا أتحدث عليه في المستقبل. فقط ملاحظة من فضلك ولست وإذا كان في محلها تقول لي بالنسبة لهؤلاء الذين نصحتهم بأن طبعا الشريعة والقانون مثلا طبعا هي علوم ودراسات متطورة فعلا في كثير من الدول العربية لكن إذا كانت مواضيع يعني نادرة مواضيع تفيد ربما تفيد الغرب وتفيد أيضا العالم الإسلامي ويأتي الطالب هنا لتقديم الدكتوراه ألا تكون هذه الدراسة وهذه رسالة الدكتوراه يعني تقدم الجديد بالنسبة للغرب عن هذا الموضوع جدا نعم جدا. أنا أذكر يعني أحد الزملاء الطلاب يعني يدرس في الصيرفة الإسلامية ما يسمى بالإسلاميك بانكينج اللي هي البنوك المصرفية الإسلامية نعم. وهذه مهم جدا يعني يحتاج أن يأتي إلى الغرب ليفهم لغة الغرب يفهم نظام البنك المصرفي الغربي نعم. حتى يقارنه بالإسلامي ومن نعم. ثم يأتي بجديد لكن أنا أتحدث على بعض الدراسات اللي هي الشرعية ذات السمة أو الصبغة العربية الإسلامية المناطقية نعم. يعني مثلا واحد أراد أن يدرس أمر يخص مثلا تاريخ الصحابة أو شيء من هذا القبيل فالأفضل أن يدرسه هناك بدل أن يضيع وقته نعم. واضح دكتور فرج نجم طيب ما هي مدام وصلنا إلى هذه النقطة ما هي أهم الاختصاصات ويعني الاختصاصات التي تنصح بها إذا كان استطاع يعني الطلبة العرب أن ينتقلوا أن يعملوها في الدول الغربية ما هي هذه الاختصاصات؟ التخصصات العلمية تحديدا نحتاجها العلمية الإدارية التخصصات التي غير موجودة في بلداننا التي يعني نحن في أمس الحاجة إليها وتهم حياة المواطن نعم. نحن نحتاج إلى الغرب ونأتي لندرسها. أما التخصصات الأخرى اللي هي طبعا يعني طبعا نحتاجها الدراسات نعم. الشرعية فكرية، اللغة العربية علمية. علوم الإنسانية تحديدا نعم. يعني بالإمكان أن تدرس هناك نعم. لكن العلمية الدقيقة أو ذات الصبغة التقنية الأفضل أن تدرس طيب. في الغرب. دكتور فرج النجم دام تحدثنا عن يعني دراسات العليا في الدول العربية والآن كيف يستطيع إنسان طموح شاب عربي
متخصص في ميادين علمية مطلوبة ويعني موجودة في الغرب، ويمكن طبعا أن هذه الدولة أن تقدم له شيئا من الناحية العلمية الأكاديمية، كيف يستطيع أن ينتقل ويقدم طلبه بالتسجيل في الجامعات الغربية في بريطانيا على سبيل المثال؟ طبعا كيف كما قلنا أنه الشيء الأول أنه هو يبحث عن التخصص بتاعه في الجامعة الفلانية، وينظر إلى ما يسمى بقائمة الأساتذة المشرفين أو البحاث هنالك، وإذا ما وجد ما ما ما, ما يهمه أو ما يقرب من دراسته يتصل بهم، ومن ثم يملئ الاستمارة ويبعث المقترح البحث بتاعه في حوالي 3-4 صفحات يعني بصورة مختصرة جدا بالمفيد المختصر، ومن ثم يردفها بسيرة ذاتية. حتى سأقاطعك دكتور خوفا من أن ينقطع خط الأخ عبد المالك من الجزائر، لعل له سؤال حول هذا الموضوع. عبد المالك أهلا بكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا بصدق قدر لرسالة التخرج في القانون الدولي لحقوق الإنسان رسالة ماجستير. لكن أول عقبة أو العقبة واجهتني هي عقبة المراجع. وجدت ندرة كبيرة في الحصول على المراجع خاصة باللغة العربية، فهي غير متوفرة أصلا. يعني من الممكن أن أعطيك يعني عنوان مذكرة وهو في مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، لكنني وجدت صعوبة كبيرة في الحصول على المراجع. كيف لي أن أحتفظ بهذا العنوان وكما أم علي تبديل الموضوع والنظر إلى إشكاليات أخرى؟ نعم. ابقى على الخط يا عبد المالك، يعني هل تريد طرح سؤال محدد على هو شرح في البحث ولا لا زال؟ يعني هو والله عندي تقريبا 4 أشهر منذ أن بدأت في تحرير الرسالة. 4 أشهر منذ أن بدأت تحرير الرسالة. وعندها لاحظت بأن هناك قلة المراجع في الجزائر. نعم قلة في الجزائر، حتى أني ذهبت إلى القاهرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أخي عبد المالك، ألم تجد أي شيء في الفرنسية؟ لا سيما تجد الفرنسية أكيد. يعني مراجع بالفرنسية. وجدت مراجع قليلة جدا في الفرنسية، يعني بعض المقالات تعد على الأصابع. هو ريت هو موضوع حقوق الإنسان أعتقد والله أعلم أنه هو موضوع جديد وثقافة خرجت علينا في العشرة في الربع قرن اللي فات. والآن بدأت تنتشر بتوسع، قليل ما كتب عنها خاصة باللغة العربية، أغلبها أعتقد أنها هي بحوث ميدانية أكثر من كونها أكاديمية أو مكتبية. لكن أخي عبد المالك نصيحة، إذ لم تجد مراجع تسعفك فأنا أنصحك أنك تغير عنوان الرسالة وتبحر في شيء ثاني أخرى مماثل أو قريب، لأن أهم حاجة أنك أنت تجد مراجع ومصادر تعينك على بحثك. طيب هل مهم جدا. استمعت إلى الإجابة يا عبد المالك؟ نعم استمعت إليها كاملة. وأنت مقتنع؟ والله مقتنع تماما بالإجابة، لأني توجهت إلى المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة مؤخرا. لكنني لم أجد أيضا أي مراجع باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. فمثل ما أنت شعرت بأنه يعني يجب ربما التفكير في التغيير من الموضوع أو عنوان الرسالة، الدكتور فرج نجم دعم فكرك. وطبعا أخي عبد الملك، بس فقط على أساس أننا يعني حتى من باب التحفيز، الإنسان أحيانا عادة الطالب عندما يأتي إلينا نسأله أن يضع أكثر من عنوان لبحث يريد مناقشته. يضع 4-5 ومن ثم نبدأ نشطب، لا هذا ما يصلح هذا يصلح هذا ما يصلح، حتى نرسي على عنوان واحد. وشيء ثاني أخي، أحيانا الإنسان يصدم بأن بعض الجامعات لا تقبله لأنها لا تتوفر سواء كان هيئة الإشراف المشرف المختص أو المواد فيها. فما أقول لك أنك أنت يعني حاول واستمر ولا تيأس. نتمنى لك كل النجاح عبد المالك، كل أيضا كل طلاب العلم وكل المتقدمين للدراسات العليا أو الذين هم في صدد التحضير لرسالة الماجستير والدكتوراه. ليبيا لدينا مشاهد عمر، تفضل عمر. أيوة نعم تفضل أخي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. كيف حالك؟ تمام يا مرحبا. معك عمر من ليبيا دكتور. أهلا بك تفضل يا دكتور. أنا خريج قسم لافار من جامعة عمر مختار. وحاب أني نكمل الدراسة لكن ما حصلتش الفرصة، أو يعني صار عندنا في ليبيا زي ما تقول تعجيز شوية في بالدراسة
خارج ليبيا. طيب في أي مستوى أنت يعني في الماجستير والدكتوراه يا أخ عمر؟ لا أنا خريج جامعة، خريج جامعة عمر مختار قسم الآثار. نعم نعم. فما هي أسئلتك يا عمر؟ في أي جنس من أجناس الآثار أنت يا عمر؟ شنو التخصص؟ ما فيش تخصص، نحن كدراسة 4 سنوات بدون تخصص، دراسة عامة أكيد. نعم. وحاب ان دكتور انك تتوضح لي الصوره كيف دراسه الاثار غادي في ليبيا في بريطانيا، وكيف يتم في اي كليه او في اي جامعه، وتسهل لنا الامور شويه. اريت يا اخي عمر انت ممكن تتصل بي فيما بعد، لان ممكن حنفيدك اكثر، لاني انا عضو في الجمعيه البريطانيه للدراسات الليبيه. نعم. وعندنا اساتذه كثار جدا مختصين في الاثار، فهذا طبعا حديث يطول، فممكن فيما بعد نتحدث. نعم. وسافيدك ان شاء الله. طيب هل يتواصل معك عن طريق يتواصل معي عن طريق الايميل او التليفون؟ هو نعم. سيجد طريقه ان شاء الله الي. نعم. طيب هل ممكن أن نقدم عنوانك لربما المشاهدين الذين يريدون أن يتصلوا بك؟ عنوانك جدا جدا طبعا الإيميل بتاعي كان هو معروض على الشاشة، يعني أمامكم اللي هو f_najm@yahoo.co.uk. نعم. فممكن يتواصلوا بي. إذا للمشاهدين الذين يريدون أكثر معلومات عن كيفية التقدم أو إنجاز رسالة الماجستير أو الدكتوراه، هذا أخ عربي دكتور فرج نجم يريد تقديم المساعدة للشباب الطموحين مثل كل المشاهدين الذين اتصلوا بنا اليوم. دكتور بقي من الوقت ربما بعض الدقائق، ما هي أهم الأشياء التي تريد أن تختم بها من فضلك؟ جيد جدا. أريد أن أختم في قضية وضع الأصول والأركان وتبويب الرسالة تبويبا أوليا. نعم. يجب وضع عنوان للمشكلة اللي هو سيصبح عنوان الرسالة. نعم. وهذا بدوره يصبح عنوان الرسالة، ويجب أن يكون عنوانا ظريفا جذابا قصيرا، وبيان المشكلات الأسئلة الرئيسية التي تتفرع عن هذه المشكلات، ما يسمى بالأبواب، يعني المشكلة. نعم. الكبرى ومن ثم مشاكل جزئية. نعم. اللي يناقشها اللي تصبح هي الأبواب. المناقشة طبعا عندما يناقش مناقشة شفوية كما قلنا النتائج تكون كالآتي: نجاح دامغ بدون تحفظ وتغيير، وهذا قلما. نجاح. نعم. مع تغيير طفيف يعني جزئي، وهذه هي الحالة السائدة. نجاح مع تغييرات جوهرية وجسيمة في البحث تتجاوز أحيانا تأخذ حوالي 6 شهور. البحث يكون ناجح ولكن المناقشة تكون قد رسبت، لأن الطالب لم يستطع أن يفصح عن نفسه أو يعبر عن نفسه بطلاقة، أو يسقط الطالب أو يرسب ويحرم من حقه في الاستئناف. نعم. كليا. هذه هي يعني طيب في أقل من 30 ثانية كتابة المقدمة والختام، ختام الرسالة من فضلك. المقدمة والختام يجب أن تكتب في أخر البحث. الكثير يعتقد أن المقدمة تكتب في البداية، لا، عندما تنتج البحث خصوصا الفصول وتنهيها تكتب المقدمة وتكتب الاستنتاج. نعم. وأنا على فكرة نشرت كتيب باللغة الإنجليزية وكذلك باللغة العربية على هذه على الدراسات العليا في الغرب أو. نعم. في بريطانيا تحديدا. شكرا لك جزيلا الشكر الدكتور فرج نجم الأكاديمي والأستاذ بمعهد كرافتون، وأيضا طبعا الباحث في الدراسات التاريخية. شكرا لك على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا لمشاهدي كل العرب لمن يريد أن يتقدم. شكرا. لإنجاز رسائل الماجستير والدكتوراه. شكرا لك مرة أخرى. نشكركم أيضا على المشاركة والمتابعة. نلتقي بكم غدا في حلقة جديدة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.